مارغريت تاتشر سيدة صنعت لنفسها لقبا لم تتمكن غيرها من الوصول إليه في أي مكان آخر بالعالم بردود أفعالها وتصريحاتها القوية الحاسمة بعد أن تقلدت أهم منصب في بريطانيا العظمى وهو رئيس الوزراء والذي لم تصل إليه سيدة غيرها. تولت مارغريت تاتشر رئاسة الوزراء بمهارة ودقة عالية وسياسات حازمة جعلتها تبقى في المنصب للمدة الأطول بين سابقيها وحتى الآن والتي استمرت 11 عاماً ما حفظ لمارغريت تاتشر لقب المرأة الحديدية. تميزت المرأة الحديدية بصلابتها وجرأتها في التعامل مع الأوضاع السياسية والاقتصادية فبعد وصولها إلى منصب رئيس الوزراء بعد قيادتها لحزب المحافظين في عام 1975 عملت على تشريع قوانين أقل ما يقيل عنها أنها جريئة ولم تكن مقبولة جميعها لدى الرأي البريطاني والتي لم تتخلى عنها في فترة حكمها. وللمرأة الحديدية مقولات لخصت العديد من مواقفها المهمة اقترنت بها كما هو الحال مع لقبها نستعرض لكم أهمها. لدي القدرة لا تملكها أي مرأة وهي التي تجعلني أتمسك بأداء مهمة ما ومواصلة العمل بإصرار لحين إنجازها بنجاح في الوقت الذي يأس فيه الجميع ولم يستكمل العمل.